باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.